كمان بستقبل كريستينا صوايا. كريستينا بونجور. بونجورين. اكيد عم يتساءلوا الناس ليه انت بحلقه خاصه بالمسنين، وانا اكيد انه كثير من الاشخاص بيتذكروا لما كنت ملكه جمال لبنان، ومن بعد اكيد مس انترناشونال. تبنيتي قضية المسنين، طبعاً اليوم معروفة كفنانة شاملة، كممثلة، كمغنية، بس ما بدنا ننسى هيدا الشيء كريستينا. ليه بوقتها قررت أنه تتبني قضية المسنين؟ وخبرينا هيك شو صار من بعدها. أول شيء أنا بدي عايدك وبدي عايد كل المشاهدين بهالعيد المجيد، إن شاء الله ميلاد مجيد يا رب ومبارك على الجميع، وإن شاء الله كمان السنة الجديدة تكون سنة حلوة عليكم جميعاً. وعليك وعلى عائلتك. Thank you. كلك زو. هلأ أكيد وقت تنتخبي تتمثلي بلدك في رسالة معينة بدك تختاريها، وانت عندك الحريه الكامله تختاري الرساله اللي بدك اياها. هلا انا اخترت المسنين لانه حسيت اكثر ناس اذا بدك كانوا مهمشين مهملين ما كثير مضوى عليهم. بالسنين اللي سبقت كانوا دائما الصبايا يا اما عم بيركزوا على الاطفال، يا اما على المعوقين يعني على الايتام بلوتو، يا اما على قصص بيئيه وغيرها. هلا انا عملت كل شيء، مش انه عملت بس رساله المسنين وهملت البقوه، بالعكس شاركت بكل شيء، بس ركزت على المسنين بتعني لي كثير، بيعني لي كمان لأنه كنت شوف أشخاص كبار بعزوا علي بعائلتي، ناس قراب مني. كنت حس مرات أنه المسن هو يوم من الأيام كان مثلنا، شاب وصغير عمل حياة، عمل مستقبل، عمل عائلة، آخر شيء كبر ولاده أو عائلته ما عادوا فاضيين له، صار عندهم حياتهم، صار عندهم مستقبلهم هن كمان، ما عادوا كثير يمكن يفضوا يتطلعوا بهالشخص، هالشخص اللي بحاجه للفته، انه على القليل نكرمه مثل ما بيقولوا باخر سنين من عمره، لانه هو اوريدي عطى كثير حتى موجودين نحن بهالحياه. فمن هون بلشت انطلاقه الموضوع رسالتي، وطبعا زرت كثير مراكز، اشتغلت مع عده جمعيات، بس كان تركيزي مع جمعيه الاسعاف والخدمات الاهليه. ثاقبت انه من طاقتي من دهور الشوي ثاقبت صدفة. إيه لا عن جد ثاقبت، لأنه سمعوني بس حكيت عن رسالتي اتصل فيي كذا حدا، وأنا كان حلمي أنه نعمل مركز، فأنا وهالجمعية قدرنا أنه نأسس مركز سميناه بيتنا. بلشنا أول شيء نستأجر ببنايات عم تترمم أو عم تتجدد بالمنطقة فوق، بعدين استأجرنا أرض من وقف الروم الأرثوذكس وبنينا عليه مبنى لإلنا للمركز. وصرنا نستقبل فيه مسنين، طبعاً رجال ونساء، ومن كل الطوايف، من كل المناطق، حتى مرات من خارج لبنان. فهيك بديت القصة معنا. تم الافتتاح سنة 2002 19 أيار حسب ما بذكر، وصلنا 14 سنة ونص وبعدنا مستمرين، وإن شاء الله كمان العمر كله. يعني يمكن أوقات هيك بتعرفي الأشخاص لما بيشوفوا مس لبنان ولما بيشوفوا هيك هالملكة بتطلع وبتقعد مش كتير بيصدقوا، يعني ببعض الأحيان منتساءل نحن أنه هل عن جد رح بتشتغل هي؟ هل عن جد رح بتنزل على الأرض على الطرقات تعمل اجتماعات تطلب تناضل من شان القضية؟ هل مزبوط؟ صراحة في كتير عم يشتغلوا وفي كتير اشتغلوا، وبقدر احكي عن حالي اني من الاشخاص اللي كتير اشتغلت، ومن الاشخاص اللي عن جد اكثر حدا كانوا يفرزوا لي كاميرا من التيفي تطلع معي لحتى تغطي المناسبات او الاشياء اللي عم شارك فيها، ان كان اشياء خيريه، ان كان اشياء بيئيه، ان كان اشياء انسانيه او حتى اجتماعيه، لان بتعرف الملكه بتمثل بلدها او بتمثل مجتمعها بمختلف المجالات، يعني مش بس بمجال واحد معين. فأنا بتذكر أنه عملت جهد كتير كبير واشتغلت حتى في أمرار يمكن على وقت الغداء ما عندي وقت غداء نورمال مثلي مثل غير ناس، بلش التليفونات وبلش أنا ألتهي بقصة المواعيد. حتى بتذكر أنه كنت شخصياً تابع القصص، يعني يجولي بحطوا كمان قطع شيء ساعد، بس أنا كنت كتير تابع على الأرض مع العالم، تابع مع الجمعيات، كنت جرب قد ما في ما أفي ولا دعوة ولا مناسبة إلا ما يكون عندي حضور فيها أو مشاركة، لانه الناس مثل ما قلت بتحب تشوفك فعاله فعلاً على الارض. فعلا هيك أكيد. ومش بس فعاله، فعاله ومن قلبك، وانت عودتينا كريستينا يعني انه بعفويتك بمحبتك يعني صح. باخلاقك فعلا هيك الرفيعه عن جد، يعني يمكن اليوم عندي هيك حظ اني اقولهم بس انا بفكر فيهم كل يوم، انه تكوني موجوده بين الكل وما تفرقي بين الناس ابدا. اليوم بعدك عم تطلعي على هالدار،
بعدني بطلع من وقت لوقت على بيتنا طبعا بسبب انشغالاتي، ما في دائما اطلع، بس بطلع من وقت لوقت وعلى طول بتذكرون اذا قصص عايزينها على طول في كونتاكت انا وياهم، حتى اذا في مناسبات معينه بشارك فيها بكون موجوده، وقت اللي بنعمل حفلات خيريه للمركز يعني حفلات بعود راي على هالمركز كمان بكون موجوده. نعم. اي شيء يعني شغلهم عم بيكون يعني ماشي حالهم قادرين يقيموا بمصاريفهم وكل شيء؟ طبعا اكيد. هلا في ناس عم تتبرع للاسف انه يمكن الدوله ما قدرت كثير ساعدتنا، انا جربت كذا مره فوت هالمشروع ضمن ميزانيه الدوله او شيء، بس بتعرفي يمكن لانه كمان في جمعيات كثير والدوله ما بتقدر على الكل. حاولنا كمان بقصص الأدوية أنه يكون عندنا علاقة مباشرة مع وزارة الصحة لحتى تأمن كمان بارت من الأدوية. هلأ بيأمنوا قسم معين، بس في قسم تاني الجمعية عم بتأمنه بفضل مساعدات للناس المحبين اللي بيحبوا أنه يتبرعوا، أو بفضل الحفلات الإيفنتس اللي بنعملها سنوياً. هلا اكيد ضمن المركز في اشخاص كمان هن مقدمين نفسهم متطوعين لحتى أكيد. يساعدوا، وفي اشخاص موظفين، لان احنا ما فينا نجبر انه كل العالم تتطوع لحتى تشارك انه تساعد، بدك ناس تكون موظفه للطبابه لانه عندنا كثير حالات صحيه بدهم اختصاصيين، بدهم اختصاصيه، بدهم حكماء، بدهم نرسيه، بدهم متابعه دائمه. خلينا نرجع شوي لكريستينا صوايا الفنانه الممثله، قلنا زمان ما شفناكي على الشاشه وبتعرفي عن شو رح اسالك تحديدا؟ عن التمثيل. عن التمثيل. لانه بعرف قلتي لي مره انه كثير حبيتيني بالتمثيل خاصه بدور الشيخه سوريا. غريب عن جد هالدور. ميرسي كلك ذوق. قد ايه يعني مساحته منا كبيره زغطوره، بس بحس ترك هالانطباع الفظيع عند الناس قد كل يمكن الادوار اللي شغلتها قبل، رغم انه كان عندي دور مهم بمسلسل ذكرى اللي هو كان اول مسلسل لإلي بالدراما، بعدين كان عندي دور اساسي بغزل البنات اللي هو لايت كوميدي، وغزل البنات على فكره فوتني على فئه اعمار صغار اصغر اكيد، لانه في ناس انه انا وقتها طلعت مس لبنان او مس انترناشونال من 14 سنه، في اولاد يمكن كانوا وقتها ما خلقوا، او في اولاد اذا كانوا كثير صغار، فهلا صاروا يعرفوني من وراء هذا المسلسل. هذا كمان شغله كثير حلوه، بس الشيخه سوريا بتشبهك كثير يعني من اللي معنا اليوم شخصيتي. كمان قالوا لي نفس الشيء، نحن كنا نحضرك بغزل البنات. والغنى وين صرنا؟ هلا الغنى انا بلشت قبل بسنجل لإلي اسمها انا دايبي من الحان هيثم زياد وكلام يوسف سليمان وتوزيع روجي وتشارلي عبود. هلا طبعا عندي قصص ثانيه عم حضر لها قريبا، صار معي مشكله صغيره صحيه اضطرتني اني ابعد شوي فتره عن موضوع الغنى وارجع، وهلا رجعت اذا بدك بهالفتره الميلاديه باغنيه ميلاديه عنوانها تعي يسوع، من كلمات الشاعر سمير نخلي، الحان مارينا جحا، وتسجيل وتوزيع المايسترو جورج مرعيب، واخراج الكليب لجورج مخايل. فانبسطت كثير انه هلا مناسبه كلها فرح كلها بهجه، وهيدي الاغنيه خرج هالمناسبه هيك بتعطي جو. عم نسمع نحن بكل حال بالخلفيه هالاغنيه، بس كمان انا بدي اقول انه مشاركين فيها شخصين انا كمان كثير بحبهم يلي هن اولادك ديا ماريا وانجلو. صح. يلي بدي اعيدهم كمان. هو صراحه انا لإلي ستارز هيدي الاغنيه هن الاولاد. ان كان ديا ماريا وانجلو اللي هن اولادي شاركوا معي بتسجيل الكورال وبالتصوير بالكليب، وان كان ماريتا وبدر مرعب يلي كمان شاركوا معي بالتسجيل الكورال وكمان بالتصوير، يعني رجعنا للقضايا الانسانيه كمان شاركوا معنا بالتصوير. يعني دائما هيك بنحسه كانه القضايا الانسانيه والعائليه موجوده بالباك جراوند، مش بس بالباك جراوند، هي بالنسبه لي موجوده اساس. يعني انا بالنسبه لي العائله هي اساس، الاولاد هن اساس، حتى المسن هو اساس، يعني كل اذا بدك الفئات العمريه تبع العائله، ما هي العائله بتتالف من كل الاعمار، فاكيد العائله كلها ككل بتعني لي كثير. ما فينا نعيش بلا عائله، نحن خلقنا بعائله ومنكمل حياتنا بعائله ولا نعمل عائله، ومجتمعنا أكيد. كله مؤسس من عيال يعني. صحيح. كريستينا اليوم كانت حلقتنا هيك عن جيلين، يعني الجيل الشباب يلي هن الكشافه يلي عم بيساعدوا جيل المسنين، شو رايك بهالمبادره؟ وهل بتفكري يوما ما باولادك اذا رح يمكن ينخرطوا بالكشاف، اذا رح يهتموا باهلهم مثل ما اهلهم اهتموا فيهم؟ ليك صراحه مرات بسال حالي هيدا السؤال، انه
ما بعرف هل يا ترى شي يوم من الايام ولادنا رح يكونوا فاضيين لنا، خاصه انه نحن بعصر سرعه، و يعني بعصر صار حتى الوقت شو ما بدنا نعمل عم يسبقنا، بدنا نصير نحن راكدين وراه للوقت ولاحقينه احلى ما هو يسبقنا. بس بتخيل انه في ما بعرف في مقوله انه كيف بتربي بتلاقي، ونحن حسب ما مربيين اولادنا ونحن حسب كمان كيف تربينا على كثير من الحنان، كثير من الحنيه، كثير من المحبه، كثير من الحب، ومنعبر كثير، وبتخيل انه اولادي طالعين مثلنا كمان كثير معبرين. فبفتكر انه لا بعدين اكيد بيسالوا عنا، اكيد بيطلعوا انه اذا مامي او بابي عايزين شيء، مثل ما انا هلا مثلا انا ولد وحيد، بالنسبة لإلي أهلي هن برايورتي عندي، هن من أولوياتي بالحياة، يعني قديش أهمية ولادي عندي قديش أهمية أهلي كمان، لأنه هن سبب وجودي بهيدي الدنيا. أكيد. فأنا بتمنى إنه الله يطول عمرهم ويطول عمر كل الأهل، وعن جد إن شاء الله هيدي فترة بتكون حلوة من السنة بتجمع العيلة كلها كبار وصغار. كريستينا في شيء جديد محضرتي له قريبا ان كان بالتمثيل او بالغنى؟ انا الله راد بالغنى اكيد عبويب السنه الجديده، في اشياء ثانيه منها اكيد اغاني تجاريه، ومنها اغاني ممكن تكون لمناسبات معينه مثل عيد الميلاد، ممكن يكون في شيء لعيد الام. وعلى فكره انا عندي اغنيه كمان للمسنين ممكن انه اطلقها قريبا، ما بعرف اذا معقول على عيد الام. بركي منشجعك هلا من خلال الحلقه اليوم انه تتحمسي. اكيد ان الله راد. هي صراحه مسجلتها من فتره، يعني من شي سنتين ثلاثه، منا كثير جديده، بس ما اطلقتها بعد. وقتها انحكى شوي عن الموضوع بس ما كثير رجع الضوء عليه. فان شاء الله ان الله راد. بالتمثيل عندي نصوص كثيرة هلا عم بقراها، منها دراما منها كوميدي. ناطرينك نحن، ما تطولي كثير بالقراءة. كريستينا نحن كثير بنشكر وجودك معنا، ورح بكون اكيد ختام هالحلقة مسك مع هالكورال المهضوم يلي موجود معنا وبمشاركة كريستينا صوايا. خليكم on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. يوم غارة كل بيو تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار؟ مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس وتمشي والخير علينا يزيد؟ أنا بآخر هالحلقة بحب أشكر كل يلي ساعدونا، بحب أشكر هالكورال المهضومين كتير، كوليج ساترال جوني ميرسي لإلكن، مع المايسترو كلارا عقيقي عطلة ثانك يو لإليك، كريستينا مشكورة كتير، أكيد نحن بدنا نعيدك ونتمنى لك كل الحب والصحة بهالعيد المبارك. شكرا لكل المشاهدين، والشكر الكبير لكل الأشخاص يلي ساهموا، لدار الرعاية الماروني، ديما ماركتينج، مياه سبيل، كيترينج وجباتي، سانيتا،
أنيتا، حبوب الأشقر بشخصة جينو الأشقر مشكور، سالون سيمون من دلا، ميا وجورج من دلا اتعهدوا بأنه يهتموا بالمسنين خلال كل هالسنة. وشكر كتير كبير للسيد مروان سركيس، 3 ملايين ليرة مواد غذائية ومزوت لشهري كانون الثاني وشباط. مشكور كتير. بدي أتشكركم مشاهدينا، بترككم تتابعوا باقي برامج الـ MTV. باي باي.